أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كل طريق لدي وأرنو بنيري أنا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل همومي علي وينسد كل مشاهدي الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة. عدنا لكم من جديد معدين لكم حلقة جديدة، وهي الحلقة الثالثة من برنامجكم تحت المجهر. هذا البرنامج الذي ينتظره الكثيرون، والذي سوف يسلط الضوء على أهم ما طرح من شبه من هنا وهناك. ويسعدنا أيضا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. قبل أن نبدأ في هذه الحلقة المباركة، ذكرت كلام البوطي الذي نقلته الأسبوع الماضي، والسؤال المطروح هو هل ما ذكرته حول البوطي يتهم السبكي بأنه افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نعم، البوطي ذكر كلاما وقد نقلناه لكم، وفيه تبرئة ابن تيمية رحمه الله مما ينسب إليه، مما ينسبه إليه المخالفون. ومن هم المخالفون؟ المخالفون هم قوم شابه المعتزلة في نفيهم للصفات، في نفيهم لعلو الله عز وجل. فنقمتهم على ابن تيمية لها خلفيات ولها أسباب، فلذلك ظلم ابن تيمية رحمه الله ظلما كثيرا، واتهم اتهامات لا أساس لها. ولا بد للمعطل أن يتهم مخالفه بالتجسيم والتشبيه والحشوية وغير ذلك، لا بد من ذلك، لا بد. والحق يزخرف ويزين كما أن الباطل يشنع. فمثلا مثبت علو الله عز وجل ماذا يسمى؟ يسمى جهوي. أما المعطل فيسمى منزه، يسمى منزه. فالشاهد أن السبكية وغيره رحمهم الله وعفى عنهم، نعم ظلموا ابن تيمية واتهموه بالتجسيم وغير ذلك. هذا هو الكتاب الذي كنت أقرأ منه من قبل، نود أن نطلع عليه ويطلع عليه المشاهدون. نعم، الكتاب هو بارك الله فيكم ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في البحرين في الثالث إلى السادس من الشهر السادس 1405. هذا هو الكتاب، طباعة مكتب التربية العربي لدول الخليج. مؤتمر وندوة عقدت وورد فيها هذا النص الذي كنت أقرأه. يقول البوطي: ونحن نعجب عندما نجد غلاة يكفرون ابن تيمية رحمه الله ويقولون إنه كان مجسدا. هذه كانت حجة أو تهمة الأشاعرة قديما وحديثا، ويأتي أحد من لا يمكن أن يحسب على الخط السلفي، يأتي لينفي هذا الاتهام، يقول
يقولون أنه كان مجسدا، ولقد بحثت طويلا كي أجد الفكرة أو الكلمة التي كتبها أو قالها ابن تيمية والتي تدل على تجسيده فيما نقله عنه السبكي أو غيره، فلم أجد كلاما في هذا قط. كل ما وجدته أنه في فتواه يقول إن لله يدا كما قال، واستوى على العرش كما قال، وله عين كما قال. ورأيت أناسا يكفرون الإمام أبا الحسن الأشعري لأنهم يقولون إنه معطل، إنه متأول، إلى آخر ما ذكرت. إذن في آخر كلماته البوطي يقول: فلماذا نحاول أن نعظم وهما لا وجود له؟ ولماذا نحاول أن ننفخ في نار شقاق والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك؟ إذن في هذا الكتاب تبرئة ابن تيمية من قبل من؟ من قبل من لا يمكن أن يحسب على الخط السلفي. وهناك كثير من الاتهامات لابن تيمية رحمه الله، منها قوله مثلا وقول السبكي بالذات. السبكي قال أو كتب كتابا بعنوان الاعتبار ببقاء الجنة والنار. كنت أريد أن أسألك عن هذا الكتاب. هو له كتاب. نعم، ببقاء الجنة والنار. في هذا الكتاب ذكر أدلة بقاء النار إلى آخره. طبعا عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن من قال بخلاف ذلك هو جهم ابن صفوان، كما نص على ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي كتب أخرى كمنهاج السنة النبوية. إذن اتهم ابن تيمية رحمه الله بذلك، وهو من ذلك براء. كذلك اتهم بأنه كان يقول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، فنزل ثم نزل عن المنبر. أنا أعجب من هذا الكذب، كذب شائع، كثير من الناس يتناقلون ذلك. معنى ابن تيمية في المجلد 11 على ما أذكر قال: ومن قال أن الله يستوي كاستوائي وينزل كنزولي فهو مشبه بربه ضال، بل هو كافر. ويحكي عن أئمة أهل السنة أنهم أجمعوا على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. هذا صريح كلام ابن تيمية. ماذا عند مخالفيه؟ اتهام وكذب، ويصح أن نقول وشهد شاهد من أهلها. فشهد البوطي بأن ابن تيمية لم يكن مجسدا، وهذا الشاهد لا يزال حيا، لم يمت، هو لا يزال حيا. وإن استطاع أحد أن يتصل به ويقول: هل قلت يا شيخ هذا الكلام؟ هل هذا الكلام كلامك؟ نعم، فأرجو أن يأتينا الجواب منه. نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يحفظه وأن يهديه. إذن انتهينا من هذا الموضوع. هل لديك أي تعليق عن السبكي وما دار في الحلقة السابقة؟ تعليق أخير باختصار شديد. لا، ليس عندي أي تعليق. ما كان عندي قد بينته بشأن السبكي. هناك الكثير من الاتصالات التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني، نعم، تؤيد تؤكد على إعادة هذا الأمر. نعم، ونحن قد أعدناه لله الحمد. وابن تيمية رحمه الله بريء مما ينسب، ولكثير من الأكاذيب التي تنسب إليه في الحقيقة لا أصل لها من الصحة. وأنا أحث على قراءة كتب ابن تيمية. ليس فقط الشيعة يكرهون ابن تيمية، ليس فقط الصوفية يكرهون ابن تيمية، ليس فقط غيرهم المعتزلة وغير، ليس فقط هؤلاء يكرهون ابن تيمية، وإنما غير المسلمين أيضا ممن يحرصون على نشر البدعة والخرافة وإنشاء الأحزاب داخل العالم الإسلامي، يحثون هذه الفرق من داخل الإسلام على التهجم على ابن تيمية وتحذير الناس من كتبه، لما في فكر ابن تيمية رحمه الله من الصحوة السنية السلفية التي تأثر بها كثيرون، ومن ضمنهم كثير من مشايخ الأزهر قرأوا لابن تيمية رحمه الله وشهدوا بأن هذا الرجل أمة بذاته. قبل بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن الدمشقية.
كذلك الأمر نذكر المشاهدين الكرام إذا كان لديهم أي استفسار وقت أن نفتح الاتصالات فليتفضلوا بالاتصال إن شاء الله. نبدأ موضوع الحلقة. ونبدأ به. هناك أمر عن شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري. هو اعتقد بأن الله واحد لا من حيث العدد. أحسنتم. نعم، أنا أريد أن أكمل هذا الموضوع إن شاء الله. نعم، وإذا نمضي به بإذن الله عز وجل. نعم نعم. طيب، هو قال بهذا الاعتقاد، صرح به اعتقادا بأن الله واحد لا من نعم. حيث العدد، ونحن تكلمنا به بالحلقة السابقة ولكن داهمنا الوقت نعم. للأسف ولم نستطيع أن نستكمل هذا الأمر. نعم، هو صرح بأن الله عز وجل واحد لكنه ليس واحد، يعني مثل ما أن النصارى بيقولوا مثلا وهؤلاء الثلاثة واحد. نعم، فما بيصير واحد، ثلاثة ما بيصير واحد. كذلك هو يقول الواحد مش واحد، ونحن سوف نستمع يعني حديث الأسبوع الماضي. حقيقة أن لا أضع التسجيل كله، لكن يعني بلغني أن الناس كانوا يريدوا سماع يعني الكلام بكامل. كم مدة التسجيل؟ ممكن 6 دقائق أو 5 دقائق. نمضي بها تستحق إن شاء الله تعالى. نمضي لا فرق. نعم، وسوف يكون معذورا يوم القيامة أيضا. أن كل موجود محدود فهو موجود معدود قابل للعد. قابل للعد. هذا الموجود ماذا؟ محدود. محدود له حد. نعم، ويمكن أن تقول هذا واحد، هذا من الموجود. اثنان. نعم، تضعه بجنب هذا ماذا يكون؟ صار محدودان عندنا. أحسن، يعني معدودان. نعم. واحد اثنين. نعم، هذا ضيفه له أيضا صار 3، وهذا هو الحساب. نعم، وهو العد. هو بالحد يعد بانتهاء حد. أحسنتم. نعم، يعني انتهاء أو انتهاء وجود الشيء وهو محدودية الشيء يجعله قابلا ماذا؟ للعد. للعد، وهذه قاعدة احفظوها جيدا. تنتظر ما بعده. لا، مو تنتظر سواء. لا دكتور، مو تنتظر. نعم، أساسا سواء وجد بعده أو لا، ولكن يمكن أن يوجد بعده. أحسنتم. نعم، وجد بعده يكون الثاني، لم يوجد بعده. نعم، لا يوجد الثاني، ولكن يمكن أن واحد يوجد. واحد معدود. نعم، أحسنتم. هو محدود. نعم، إذن قاعدة كل موجود محدود قاعدة عقلية، طبقوها إذا وجدتم لها استثناء واحدا لكم الحق. كل موجود محدود فهو موجود معدود ويدخل في باب الأعداد. يعني مثلا الله، إن الله وتر يحب الوتر، هذه ليست داخلة في باب الأعداد. إن الله وتر يحب الوتر، هذه ما هي داخلة في باب الأعداد. يعني الجماعة القوم ليسوا فقط ينزهون الله عن الحد، لا، بل يجعلون من لوازم التجسيم والتشبيه أن يوصف الله بالعدد، أن يقال هو واحد. هو واحد. أنا أعجب من ذلك وأترك لكم التعليق، لن أعلق بعد الآن. تستطيع ماذا؟ أن تعده. تستطيع أن تحسبه بالحساب، تقول واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إلى آخره. هذا أصل عقلي، والروايات الموجودة عندنا بغض النظر عن صحة سندها وعدم صحتها أثبتت هذه القاعدة العقلية. نعم. كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، رقم الحديث 5. الرواية هذه يقول هاي القاعدة الإمام كما بيناها مرارا قال. نحن سوف نتجاوز ذلك لأنه كنا قد ذكرناها أعتقد. نعم، في الحلقة القادمة سوف نتجاوز شيء إلى النصف أعتقد، لأني أنا انتهيت. أي نعم، بلغت إلى النصف، وصلت إلى النصف. نعم. طيب، إذا نمضي. القهار. القهار. أربعة. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد ووحدته وحدة عددية، إذن يكون أقل من شيء الاثنين. أقل شيء يكون. أحسن. يعني إذا وجد شيء اثنان فهو أكثر منه. معنى الله أكبر من كل شيء. اسمحوا لي، أريد إن شاء الله. نعم. وإذا سلام الله عليك يا مولى الموحدين، يا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين،
قال كل مسمى بالمعنى غيره قليل. كل مسمى إذا سمي غيره بالواحد يكون قليلا في قبال ماذا؟ الاثنين والثلاثة. أما الله إذا قيل واحد فهو قليل وليس بقليل، مستحيل، لأنه هو الذي وهو معكم، كيف يمكن أن يكون قليلا؟ لا يفرق بين وهو معكم، يعني أن المعية هنا بالعلم، المعية هنا بالعلم لا علاقة لها بما يذكره، ما هي العلاقة أبدا. الرجل لا يفهم المعية الظرفية، فما أدري يعني كيف يفهم اللغة العربية. المرة الماضية بينا أنه يعني قال قولا ألزمناه فيه باتهام علي رضي الله عنه. الآن لماذا أتى بالآية؟ الآية ما لها علاقة بموضوع تنزيه الله عن العددية الآن، لكن هو قال سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. ما أجمل هذا الكلام، بس الكلام أثبتنا أنه ضعيف عند الشيعة، فكيف يقول سلام الله عليك يا أمير المؤمنين؟ ما أجمل هذا الكلام الذي لم يثبت، ضعيف لم يثبت، لماذا تنسبه إلي وتفخر به؟ لماذا تفخر به وهو لم يثبت؟ هذا يبين التضارب، الهشاشة المنهجية عند هؤلاء، ما عندهم أصول ثابتة. تارة يتمسكون بحديث ويضربون صفحا عن ضعف سنده، بل يقولون بصحته، بل يتمسكون به عفوا وإن لم تثبت صحته. هو طعان في عكرمة، ومع ذلك عكرمة نعم نعم مولى ابن عباس طعان فيه، اتهمه بالسرقة، اتهمه بالتزوير، اتهمه بالكذب، اتهمه. أليس عكرمة راوي الشخشخية أعتقد؟ نعم. ثم فجأة نجد أن الشيعة بعموم، ولم أجد استثناء ولا واحدا منهم، طبعا هذه ولا واحد إلى علاقة بالعددية، ولا واحد منهم يطعن في الشخشقية، بل يتمسكون بها. ورواية الشخشقية التي معروفة ورد نعم. فيها أنه قال ولقد تقمصها مني ابن أبي قحافة وهو يعلم أن منزلي منها كالقطب من الرحى، إلى آخر ما ورد. يعني أنه أبو بكر رضي الله عنه سلب الخلافة من علي وعلي أحق بها. من روى هذه الرواية؟ رواها من قلتم عنه إنه حرامي، مزور، كذاب، سارق، يتولى الظلم، إلى آخره. تعبوا في التنقيب عن ترجمة عكرمة، وانتهى الأمر إلى ماذا؟ فهؤلاء لا يصححون ولا يضاعفون إلا ما أشرب من هواهم، ليس عندهم منهج. الآن هو يقول لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا، القواطع العقلية هي التي تحكم بذلك، لا يلزم، لا نحتاج الحديث حتى لو كان ضعيف لا يهمنا. هذا ما هو منهج، هذه ليست منهجية صحيحة، منهجية أهل العلم. لا، نقبل إن شاء الله. بالعبارة قلنا أن الله سبحانه وتعالى وحدته وحدة عددية، يكون واحدا قهارا لو يكون واحدا مقهورا، مقهورا والعياذ بالله. والنص القرآني تعلمون هو الواحد القهار، كل القرآن من أول إلى الآخر عندما يتكلم عن الوحدة يتكلم عن الوحدة القهار المعلودات. إذا كان مقهورا بعد يكون خالقا أو يكون ماذا؟ مخلوقا. انظروا ماذا يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول واحد، لا يجوز عليه أن يقال واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ أحسنت. هذه إشارة إلى الآية في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. سؤال، لماذا كفر؟ لأنه مو فقط لأنه آمنوا بثلاثة، يعني لو كانوا آمنوا بأربعة كانت تنحل المشكلة؟ لا، لأن جعلوا الله في عداد الأعداد. إيه، وإذا قالوا الله سبحانه وتعالى رابع الأربعة جعلوه أيضا في باب الأعداد، لماذا؟ ما هذا الخلط الذي نجده؟ هناك تفريق لازم بين الذات وبين العلم،
فمن قالوا بأن الله مثلا عاشر العشرة ويقصدون بذلك الذات لا شك أن هذا كفر. أما إذا قيل أن الله رابع الثلاثة واقترن ذلك بالعلم فالسياق يحكم جزما بأن الكلام مسوق لبيان علم الله سبحانه وتعالى. ما علاقة؟ لا علاقة لذلك في العدد. وسوف يتبين لكم المزيد مما يؤكد أن الرجل لا يفرق بين الذات وبين العلم. نكمل إن شاء الله. قالوا واحد من هذه جعله يثلث الاثنين. أحسنتم جزاك الله خير دكتور. أمير المؤمنين يقول إن هؤلاء كفروا لأنه أدخلوه في عالم ماذا؟ العدد. العدد. فاشهدوا أيها المسلمون. اشهدوا أيها المسلمون. يقول لكم كمال الحيدري أن من يقول بأن الله عز وجل واحد ويقصد به العدد أن الله واحد لا ثاني له من حيث العدد فقد كفر. هذا كلامه. سوف أعيد المقطع الأخير. فضل. هذا كلامه. نحن لا ندلس، نحن نبين الحقائق، نحن ننصح، نريد بذلك وجه الله عز وجل. استمعوا. جعل الله في عداد الأعداد. أحسن. قالوا واحد من هذه جعل يثلث الاثنين. أحسنتم جزاك الله خير دكتور. ما فهمت أنا ليش قال له أحسنتم، أحسنتم جزاك الله يثلث الاثنين. لا، يقولون هو ثالث الثلاثة، يعني هم أصلا لما قالوا ثلاثة ضمنوا رب العالمين وزادوا معه كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا فأضافوا إلى الله المسيح والروح القدس، فقالوا الله يسمونه بالآب، الثاني هو الابن، الثالث هو الروح القدس. هذا معنى ثالث الثلاثة، هذا معنى ثالث الثلاثة. فقد حكموا على الله أو ادعوا زعموا أن الله أحد هذه العناصر الثلاثة. هذا كلام واضح. طيب نكمل. أمير المؤمنين يقول إن هؤلاء كفروا لأنه أدخلوه في عالم ماذا؟ العدد. العدد. يا أمير المؤمنين، لماذا من أدخل الله في عالم الأعداد صار كافرا؟ يقول لأنه صار محدثا. أحسن. وإذا صار محدثا بعد الله ليس بالله. عددنا. ليس بالله. هو المغلوب هو المغلوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إيه، وكمان لقد كفر الذين قالوا إن الله واحد وأرادوا به العدد. هذا هو العلم الذي يتلقاه المتخصص في علم المنطق وهو يفخر بذلك. يقول متخصص في علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ علم أرسطو وأفلاطون. هذا هو العلم الذي جعله يتحدث في مسائل العقيدة والصفات الإلهية كما يتحدث الواحد في مسائل الرياضيات. ولذلك يكثر من إيراد الكتب، هذا له حد، هذا أضفنا له كتاب آخر. ما هذه الأمثال؟ ما هذه الأمثال؟ الرجل حقيقة عنده أسلوب في العرض، لكن عنده حق؟ لا، ليس عنده حق. نكمل. هذا معناه لا يحق لنا أن نقول إن الله ثالث ثلاثة، ولا يحق لنا أن نقول إن الله ثاني الواحد، ولا يحق لنا أن نقول إن الله رابع الأربعة. يعني لا يحق لنا أن ندخله في عالم الأعداد. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يدخل في عالم العد والحساب سوف يكون محدثا، وإذا صار محدثا بطل أن يكون أزليا. المحدث في اصطلاحات الفلاسفة هو المخلوق من العدم. يعني إذا قلنا أن الله واحد من حيث العدد، نعم، فقد وصفناه بأنه مخلوق. ولهذا يرى أن هذا كفرا. مش ممكن أيها الشيعة، والله إني لكم من الناصحين. هذا الرجل لا تأخذنكم العاطفة كما تأخذ النصارى الذين يقولون أنتم تكرهون الحسين المسيح، فإذا أشركنا المسيح مع الله صرنا من حب المسيح. كذلك هؤلاء، أنتم تكرهون أهل البيت، أنتم تكرهون الحسين، فإذا وقعنا في غلوهم وإطرائهم ورفعهم للأئمة إلى حد الألوهية
حينئذ منصير موحدين ومنصير نحب الحسين. هذا نفس الشيء، لا تأخذنكم العاطفة كما أخذت أصحاب الأديان الأخرى، نخاطبهم فلا يسمعون. لماذا؟ لأنه عندهم مقدمات خلاص، يعني لا يتفكرون. الحواس في مسائل الدين لا تعمل، في مسائل الدنيا تعمل. فلا أريد، أرجو أن لا يكون الأمر معكم كذلك. انظروا ماذا يقول هذا الرجل، هذا الرجل يطرح طرحا خطيرا ويبين أنه لا يفقه شيئا في الحقيقة إلا ما نرى من الصراخ الذي يصرخه. نعم نكمل. قديما ولذا قال هو معهم ولم يقل هو ثالث. الآن أحسنتم يا دكتور سالم الجاري، لأنك أتيت بهذه الآية التي تبطل كل ما قاله. نكمل. هسه التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، ولكنه نص هذا القرآن الكريم هذا القرآن الذي قال لقد كفر الذين قالوا، ولكنه نجده في مكان آخر في سورة المجادلة الآية 7. انظروا ماذا يقول القرآن، يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. التفتوا، ما يقول الله ثالث الثلاثة، يقول هو رابع الثلاثة، يعني هو من جنسهم أو ليس من ليس جنسهم. من جنسهم. التفتوا. التفتوا، التفتوا إلي الآن، التفتوا إلي. وهذا من التدليس، لأنه لو قرأ الآية من أولها وأكملها إلى آخرها لتبين للناس أن الله يتكلم هنا عن العلم، عن علمه سبحانه وتعالى. فالله يقول ألم ترى أن الله يعلم. لما يرد هنا يعلم معناها ما يأتي بعده مرتبط به بالعلم، السياق هو الذي يجزم بذلك ويحكم، السياق هو القاضي وهو الحاكم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ووالله إن العامية ليفهم هذه الآية أكثر من فهم هذا المتفلسف لها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم. أنت عم تتكلم عن العدد، عم تقول لا يجوز العدد، لا يجوز أن تقول أن الله واحد من حيث العدد. لماذا؟ هل هذا متعلق بالعلم؟ لا، أنت موضوعك موضوع آخر. فلماذا أقحمت الآية؟ تدليس، إيهام الناس أن عنده شيء، أنه يطرح أدلة قطعية، أنه يطرح براهين، والله ما عنده شيء. نكمل. هذا هو الإيمان، أن تقول أن الله. في هالليلة أريدك أن تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي والله، أي والله صدق في هذه وهي مرتبطة به فالها. انظر القرآن يقول ثالث ثلاثة كفر، نعم. أما رابع الثلاثة إيمان. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن ثالث الثلاثة كفر ورابع الثلاثة ماذا؟ إيمان. إيمان. نعم. لماذا أن خامس الخمسة كفر وخامس الأربعة ماذا؟ لماذا سادس الستة كفر وسادس الخمسة ماذا؟ إيمان. الجواب، لأنه عندما تقول سادس الستة يعني جعلته معدودا معهم، يعني من سنخهم، يعني من نوعهم، يعني من حقيقتهم. أما عندما تقول سادس الخمسة يعني هو المحيط، ليس من جنسهم، ليس من سنخهم، ليس أحسنتم وهو معكم أينما كنتم. وبهذا يتضح لماذا أن قوله تعالى، لماذا أنه لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة كفروا، ولكن الذين قالوا خامس الأربعة ماذا؟ آمنوا. آمنوا. المهم أن تتضح الحقيقة للمشاهدين. الأخ صلاح من السعودية، تفضل أخ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. ممكن أكلم السيد كمان؟ تفضل. تفضل أخي العزيز. تفضل. نعم. حياكم الله أخوي السيد كمال. بالنسبة للآية اللي ذكرتها حول قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
أنت قلت بأنه لم ينكر عليهم بأن أنه أن فعلهم هذا هو الشرك، وإنما أدخلوه في العددية. لا لا هذه نعم سيوضح لكم سماحة السيد الإمام. خلينا نكمل. طيب إلا إله واحد، هذا نعم. يبطل كلامك. كيف أنت تقول أنه يريد يعني أن ينقض كلامه في العددية ثم قال وما من إله إلا إله واحد؟ نعم يعني المسألة صحيح صحيح أخي الكريم. نعم يعني صحيح يعني سماحة السيد أشار إلى أصل الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني حينما أدخلوه جعلوه من جنس هؤلاء. نعم سؤالي نعم الأخ العزيز إذا نعم. اسمح لي أخي العزيز أبقى على الخط، لماذا أنه إذا قالوا ثالث ثلاثة يكون كفرا وإذا قالوا رابع ثلاثة يكون إيمانا؟ ما الفرق بين ثالث ثلاثة ورابع الثلاثة؟ نعم نعم تفضل نعم. تفضل أنا أسألك الآن، أقول يوجد فرق بين الثالث ثلاثة ورابع الثلاثة؟ ليس هناك فرق، لا يوجد فرق. لماذا ليه؟ هذا كفر وذاك إيمان؟ من قال أن رابع الثلاثة إيمان؟ الله أحسنت أحسنتم. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم. اسمح لي أخي العزيز جيد جدا جيد جدا، إذا كأنك لم تقرأ الآية المباركة. ألم ترى اسمح الأخي العزيز جزاك الله خير ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذا كفر شرك، هذا حقيقة القرآن. الله ده يقرها لا شو هذا التلاعب بعد هذا بدأنا. إذا أنت أخي العزيز اتكلم كل كلامك حتى أنا أجيب، ولا نعم. هذا الدخول اللي نعم. أنا أتصور بأن الفكرة مالتك اتضحت أو جزء أو جزء أنا اتضحت الفكرة اتضحت الفكرة وقاطعوه، وهو قال هذه معية، هذه الآية تتكلم عن المعية، والمعية هي معية العلم، تتكلم عن معية العلم خارج عن نطاق كلامه بتات. لماذا أدخلها وجعلها فرقا بين رابع الثلاثة ثالث ثلاثة؟ يا أيها المشاهدون الكرام، ثالث الثلاثة حينما جعلوه ثالث مع الاثنين ثالث الثلاثة، إذا قيل ثالث الثلاثة يعني أضيف ثالث إلى الاثنين من حيث الذات، من حيث الذات. فهل يقول حضرته بأن من قال بأن الله واحد من حيث الذات دخل من جنس النصارى، من جنس النصارى صار كافرا؟ لماذا كفر الله هؤلاء الذين قالوا بأنه ثالث ثلاثة؟ لأنه أضافوا معه ربين إلهين قالوا ثلاثة. لكن الفطرة البشرية تأبى هذا الشرك، حتى النصارى الآن يشعرون بالحرج من قضية الثالوث ويسألون قساوسهم يعني كيف نعتقد أن هناك، يقول لا 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 هم ثلاثة في واحد. هذه حتى الناس على الفطرة لا تقبل مثل هذا الكلام. لكن نسأل نحن الآن كمال الحيدري، هل من يقول بأن الله واحد هو من جنس من يقول بأن من يقولون بأن الله ثالث الثلاثة؟ هل يستويان؟ هل كلاهما نفس الشيء نفس الحكم؟ حتى وإن قال أن الله واحد، من أين أتيت بهذه الفلسفة؟ من أنا أتيت بهذا الكذب؟ ما اعتقد أحد أبدا أن الله واحد ليس من حيث العدد. وما عندك من رواية ضاعفها مشايخك وعلماءك ولم تأبه للتضعيف، فقلت لا نبالي حسبنا قواطعنا العقلية، لا نريد سنة العترة، حسبنا قواطعنا العقلية. نكمل. طيب حقة توضيحية بس واستفسارية بنفس الوقت، اللي هو لما المولى عز وجل قال في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. نعم. كلمة أحد ليس لها ثاني حتى في اللغة العربية، لا تستطيع أن تعدها يعني. نعم. فقط بس أنا على قدر هو صحيح هو صحيح إن كلمة أحد لا تثنى ولا تثلث، لا تدخل في باب الأعداد. إيه يعني أحد عشر ما يدخل. إذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا لا يدخل فيها بالأعداد. لا يعني رب العالمين يستعمل لفظ أحد في مخلوقاته وفيه هو سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، ما معنى قل هو الله أحد؟ أنا خايف
أن نروح نسألنا نصراني هل أحد تدخل في باب الأعداد؟ والله حيضحك علينا، حيضحك علينا. إذا قلت هل يوجد أحد في المنزل، هل يوجد أحد هنا، يعني ولو واحد، ولو واحد، هذا معنى أحد، لا تدخل في باب الأعداد. أترك التعليق على ذلك في ضمير كل مشاهد، سواء كان شيئيا أو سنيا، سمع مقالته وعلقنا عليه، لكن هل فعلا هل سوف يتراجع كما الحيدر يقول أنا آسف أنا أخطأت أنا كنت أقول بذلك وأنا أتراجع؟ نرجو أن يكون الأمر كذلك. طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن، حقيقة أنت تتكلم وأنا أكون واضح معك، ذهني إلى الوراء، نعم، في حول رواية عكرمة، يعني نعم. نحن نريد أن نناشد المشاهدين، نعم، من سنة وشيعة، نعم، هل هناك من يطعن ويطعن، أن تذكرت التسجيل الذي عرضته في الحلقة الأولى، نعم، في عكرمة، نعم، ويتبنون في نفس الوقت الشقشقية، ومن راوي الشقشقية؟ نعم. من هو عكرمة؟ نعم. الذي هو طعن به، نعم. طيب كيف تتناسق أخي المشاهد، سواء أنت من السنة أو من الشيعة، هل يعقل تطعن وتتبنى قوله؟ نعم. ليس هذا فقط، يعني ليس هذا التناقض الوحيد، هناك تناقضات أخرى كثيرة. أنا سمعته، يعني الرجل عنده مشكلة في الفهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، يرددها دائما، يتحدث عن الصلاة البتراء. يا عمي هذه رواية لا إسناد لها أصلا، ما إلى أصلا إسناد، ويتمسكون، لا تكاد تجد شيعيا إلا وهو يردد هذه الرواية. يا عمي هذه الرواية لا تصلوا علي الصلاة البتراء رواية بتراء، لا تصلوا الصلاة البتراء رواية بتراء، من أين أتيت بها؟ ممكن يقول لا حاجة لنا إلى إسناد، فهذه تؤكدها القواطع العقلية. تخبط. أن الأصل أن الإنسان إذا أتى بشيء في الدين أن يأتي بمصدره ثابتا صحيحا، من كتاب الله عز وجل، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عنده العترة، هو عنده العترة مش السنة، مع أن العترة أخذوا من السنة، يعني العترة عندهم وحي من عند رب العالمين مباشر، لا، العترة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تبطل الأصل وتحيل الناس على الفرع؟ لماذا؟ هل هذا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. حقيقة شيخنا عبد الرحمن، ليس لدينا سوى أن نقول الرجل استغل علم المنطق في أمة القليل منها، نعم، من يفقه به، استغل هذا الموقف. لا شك هذا صحيح. نعم، هو مستغل موقف ونجح به حقيقة، لأنه ينقل، يعني المشاهد يحس أنه صادق في نقله، والآن حقائق تكشف. نعم. يطعن من جهة ويستقبل رواية من نفس الشخص الذي طعن به. نعم. كيف؟ صحيح. لا يعقل. صحيح. تفضل شيخنا. نعم. طيب. عندي سؤال. سؤال بعد طرح من العديد من المشاهدين. عقيدة وحدة الوجود. نعم. أنتم اتهمتم شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري باعتناقها، هل لكم أن تتكلمون عنها؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الحيدري يعتقد بعقيدة وحدة الوجود، وذلك موجود في كتابه العرفان الشيعي، كتاب العرفان الشيعي، كنت أنظر فيه اليوم، وقد أخذت منه بعض المقاطع، ووجه السؤال إلى أحد الشيعة. نعم. وبناء على ما وجد في كتابه
تذكر الأسبوع الماضي وضعنا تسجيلا بصوته ويقول له أنت أصلا عقيدة أنت أصلا عقيدتك مجروحة، أنت أصلا عقيدتك مجروحة، فكيف تدعو الناس إلى إصلاح عقائدهم؟ نعم. لكن هل يرى السؤال، هل يرى كمال الحيدري أن وحدة الوجود شيء خطأ؟ هل يرى وحدة الوجود شيء خطأ ولا شيء صواب؟ حقيقة أنا ودي أحيل المشاهد إلى مقطع صغير مرئي، ثم ننظر إلى صفحة بالصورة، ننظر إلى ما فيها من بعض كلام الحيدر. طيب الآن سوف، وهنا أيضا لابد أن أشير إلى أنه ما ينسب إلى أن القائلين بوحدة الوجود من قبيل الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي من أنه قائل بالحلولية، هذا اشتباه وهذا خطأ في فهمهم لنظرية محي الدين. لا دفاعا عن محي الدين أبدا، وإنما إذا وفقنا في يوم أن نطرح نظرية وحدة الوجود سيتضح أن المتكلمين فيها في الأعم الأغلب أيضا ماذا؟ لم يفهموا هذه النظرية. أكرر، لا دفاعا عن نظرية وحدة الوجود أبدا، ولا قبولا بنظريات الشيخ الأكبر محي الدين أبدا، لست الآن بصدد هذه النقطة، ولكن لبيان أن ما نسب إليه كلام ماذا؟ كلام باطل. كما أنتم الآن إخواني الأعزاء أولئك الذين تدافعون عن الشيخ ابن تيمية، تجدون أن الآخرين يتهمون الشيخ ابن تيمية بالتجسيم والتشبيه، أنتم ماذا تدافعون؟ تقولون لم تفهموا كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية له معنى آخر. نحن لا نقول ذلك، نحن لا نقول ذلك، وابن تيمية لا يقول بالتجسيم ولا يوافق على التجسيم، بل قد كذبت عليه ونسبت إليه كلاما يفهم المشاهد أن ابن تيمية هو الذي قاله. ابن تيمية كان ينقل ما يقوله الفيلسوف وما يقوله مخالفه. للأسف الشديد أقول أنت مدلس من الطراز الأول، وسوف نعرض ذلك، والكتب معنا، لن نتكلم عنه بشيء بدون دليل أبدا. هذا منهج نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن عندنا دليل نترك الأمر ونكله إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تبين لنا، إذا كان عندنا دليل سوف نأتي بالدليل. طيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن، أنا كما سمعت بالتسجيل بأن الشيخ الشيعة الحيدري يقول الشيخ الأكبر عن ابن عربي. نعم، يقول الشيخ الأكبر ويثني عليه، ولو قلت بأنه الزنديق الأكبر الكافر الأكبر قد يفاجأ المشاهد إذا قلت ذلك، لكني لم أرى في حياتي رجلا مصرحا بوحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد مثل ابن عربي أبدا، وهو يثني عليه، ومع ذلك يثني عليه. ماذا عند ابن عربي حتى تثني عليه؟ ماذا عند ابن عربي؟ لماذا تثني عليه؟ سوف نكمل إن شاء الله، ثم عندنا بعض الأدلة من كتب ابن عربي. أولئك الذين يدافعون عن محي الدين ابن عربي يقولون أيضا أنتم لم تفهموا نظرية وحدة الوجود. أيوة، هذا في الحقيقة دفاع عن عقيدة وحدة الوجود. يعني هو يقول كما أنكم تقولون أنتم لم تفهموا كلام ابن تيمية، فكذلك نحن نقول لكم أنتم لم تفهموا عقيدة وحدة الوجود. إذا كنا نحن لا نفهم عقيدة وحدة الوجود، فهل صاحب هذا الكتاب محسن الأمين لا يفهم معنى عقيدة وحدة الوجود؟ ماذا في هذا الكتاب؟ قبل ذلك تذكرت أمرا، مرآة العقول، أردت أن أتكلم عن رابع الثلاثة متعلق بماذا وقد نسيته وسوف أذكره الآن. ينقل عن البيضاوي فيما يتعلق بقوله تعالى ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يقول إلا هو رابعهم أي إلا الله يجعلهم أربعة من حيث أنه يشاركهم في الإطلاق عليها والاستثناء من أعم الأحوال، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة، فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين
ثم قال إن الله وتر يحب الوتر. الشاهد نعم. نعم. والثلاثة أول الأوتار. قال لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما ولا أدنى من ذلك ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين ولا أكثر إلا هو معهم أن يعلموا ما يجري بينهم أينما كانوا فإن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. ثم قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة تفضيحا لهم وتقريرا لما يستحقونه من الجزاء إن الله بكل شيء عليم. قال لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء. هذا في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول تأليف العلامة شيخ الإسلام المولى محمد باقر المجلسي. نأخذ الكتاب. نعم. نعم. وكذلك في المجلد الثاني صفحة على ما أذكر 67 نعم يقول الكلام نفسه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يقع بين من تناجي ثلاثة ويجوز أن يقدر مضاف أو يأول نجوى من متناجين ويجعل الثلاثة صفة لها إلا هو رابعهم أي إلا الله يجعلهم أربعة من حيث أنه يشاركهم في الاطلاع يعني العلم عليها ولا خمسة أي لا نجوى خمسة وتخصيص العددين إما لخصوص الواقع أو لأن الله وتر يحب الوتر يعني الله ذكر اثنين ثم ذكر أنه الثالث ما قال مثلا ما قال ولا ما من ثلاثة له رابعهم ولا خمسة له لماذا ذكر الوتر قال لأن الله عز وجل يحب الوتر إذن ثم قال لأن الله أو لأن التشاور لا بد لهم اثنين يكونان كالمتنازعين ونفس الكلام تقريبا نعم إذن هذا كلام يوافق فيه كلام البيضاوي إذن لماذا تقحم هذه الآية لماذا تقحم في هذا الموضوع لماذا ثالث الثلاثة رابع الثلاثة إيمان لكن ثالث الثلاثة كفر ثالث الثلاثة لأنهم أضافوا مع الله اثنين فقالوا الله والمسيح والروح القدس ثلاثة أما رابع الثلاثة فلا علاقة له بالموضوع فإنه متعلق بالعلم فالله واحد من حيث العدد ونرجو أن لا يقرننا الشيخ كمال الحيدري بالنصارى لقولنا أن الله واحد من حيث العدد فنحن خالفنا النصارى في موضوع العدد فكفرنا من يقول بأن الله ثلاثة لكننا نقول بتوحيد وإيمان من يقول بأن الله واحد من حيث العدد وبالله التوفيق. طيب إذن نعود إلى موضوع وحدة الوجود. نعم بما أنه فتحنا بما أنه أثنى على ابن عربي بالزبط. ووصفه بالشيخ الأكبر وقال أنكم لم تفهموا كلام ابن عربي سوف ننظر إلى كلام ابن عربي الآن. هذا كتاب فصوص الحكم للشيخ بين قوسين الأكبر أنا لا أقولها محي الدين ابن عربي المتوفي سنة 638 هجرية والتعليقات عليه بقلم أبو العلا عفيفي إلى آخره طباعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان مش لبنان كما يقول هو نعم معلش يقول عن رب العالمين ابن عربي فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده فيحمدني وأحمده ويعبدني الله ويتكلم عن رب العالمين الله يعبد محي الدين بن عربي
ويعبدني وأعبده. هذا هو الشيخ الأكبر. يعني إذا كان عندك إنكار على ابن تيمية لبعض الأخطاء التي تراها أخطاء، لماذا عميت عينك عن هذا الرجل؟ لماذا لا تجعل له حلقة وتعرض كفرياته؟ لماذا؟ أليس هذا كفر؟ من يقول أن الله واحد بيصير عندك كافر، ومن يقول ويعبدني وأعبده بيصير عندك شيخ أكبر. الله أكبر، الله أكبر. نعم. يقول أيضا في نفس الكتاب الصفحة 90 أو الصفحة 90، فوقتا يكون العبد ربا بلا شك، يعني مش دايما، مش دايما بيكون رب، لا، ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك، فإن كان عبدا كان بالحق واسعا، وإن كان ربا كان في عيشة ضنك. مرات بيكون العبد رب بلا شك، مش دايما، ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك، يعني العبد مرات بيكون الله ومرات ما بيكون الله، والعياذ بالله. شو هذا؟ شو هذا؟ عقيدة فاسدة. وكثير من الشيعة لا سيما القميين أعتقد منهم مغرمون بابن عربي، ومن أكثر من شرح كتب ابن عربي وأبرز من شرح كتب ابن عربي في هذا القرن الخميني، له تعليقات وشروح لكثير من كتب ابن عربي، مغرمون بابن عربي. وين التنزيه؟ أين التوحيد؟ في صفحة 94 يقول: وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد، فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. يسمى يعني عذاب جهنم، يسمى عذابا لأنه عذب من عذوبة طعمه. فقال له ابن تيمية لما قرأ له هذا الكلام، قال: أذاقك الله هذه العذوبة، أذاقك الله هذه العذوبة. تسمي العذاب عذوبة؟ العذاب عذوبة. هذا كلام ابن عربي. كذلك قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني. يعني توراة، إنجيل، أي شيء، كل هذه تمثل الدين عنده. طبعا التوراة منسوخة، الإنجيل منسوخ. نعم. هنا أيضا يقول: فيحمدني، قلناها هذه. نعم. تثلث محبوبي وقد كان واحدا، كنت عم تتكلم عن الثالث، عن الثلاثة، ثالث الثلاثة، ثالث الثلاثة كفر أيها الشيخ كمال الحيدري. هذا الشيخ الأكبر، هذا الشيخ الأكبر يقول: تثلث محبوبي، يعني ربي، وقد كان واحدا، كما صير الأقنام بالذات أقنما. الأقنوم هذه كلمة غريبة جدا، واستعملت في اللغة العربية للهروب أيضا، لأنهم يأتون بلفظ يمكن أن ينصرف المسيحي عنه، لأنه لو قالوا صفة، أن هذه الثلاثة صفة، يقال لهم: طيب كيف مات واحد من الثلاثة اللي هو المسيح واعترفتم أنه مات؟ إذن هذه ليست صفات، هذه ذوات. وإذا قالوا بأنها ذوات أعلنوا عن الشرك الواضح المخالف لملة سيدنا إبراهيم، وهم يشهدون، هم واليهود يشهدون بأن إبراهيم رمز التوحيد، وإبراهيم لم يكن ثالوثيا. كلمة ثالوث أصلا لا وجود لها، لا وجود ولا مرة واحدة في كتب النصارى، فاستعملوا لفظ أقنوم. على كل حال، إذن هو متكلم عن ماذا؟ يتكلم عن رب العالمين. يقول: وأول حضرة إلهية ظهر عنها العالم ثلاثية أيضا،
لأن حضرة الذات الإلهية المتصفة بجميع الأسماء والصفات، وهي التي تسمى في اصطلاح القوم حقيقة الحقائق والبرزخ الجامع إلى آخر ما قال. إذن ابن عربي يا من تصفه بالشيخ الأكبر يقول لك تثلث محبوبي، ها نعرضها، تثلث محبوبي وقد كان واحدا كما صيروا، يعني النصارى، الأقنام بالذات أقنما. تريدون بعد يا أخوان؟ إذن وحدة الوجود ماذا؟ نحن ما فهمناها؟ نحن ما فهمنا عقيدة وحدة الوجود؟ التقصير منا؟ الخطأ منا؟ ننظر هذا كتاب آخر حتى يعرف الشيعي أن هذا الرجل جيد في أسلوبه، في ابتسامته، نعم، لكن ليس مريدا للحق. هنا يقول هذا كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ بن قوسين الأكبر العارف بالله العلامة محي الدين ابن عربي، دار الأندلس، بيروت. في هذا الكتاب يقول وكن من الساجدين، قال معناها بسجود الفناء في ذاته، يعني تفنى في ذاته، واعبد ربك بالتسبيح والتحميد والسجود المذكورة حتى يأتيك اليقين، يعني حق اليقين، فتنتهي عبادتك بانقضاء وجودك فيكون هو العابد والمعبود جميعا لا غير أو لا غيره، يعني حتى يأتيك اليقين حتى تفنى في ذات رب العالمين فبصير العابد والمعبود شيء واحد. هذه تسمى عقيدة الفيدانتا الهندية، ما عند الحيدري من ثمرات، عفوا، من شوك وحنظل وميراث الفلسفة اليونانية والعقيدة الهندية، هذه رواسب من الجاهلية كما قال رب العالمين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وحدة الوجود لا علاقة لها بالإسلام أبدا. لماذا تبررون لوحدة الوجود وتقولون نحن لا نقصد بوحدة الوجود ما تفهمون، نحن نقصد شيء آخر أعلن عنه. لكن الحيدري يحرص على الابتعاد عن الشرح، يقول هذه مسألة عويصة وشرحها يعني يحتاج إلى دراسات معمقة. لماذا؟ لماذا؟ الكلام واضح. لكن هذه نفس طريقة القساوسة، في لأنه قال كما يقول القساوسة عن الثالوث هذا لغز لا أفهمه لا أنا ولا أنت. وكذلك يقول الحيدري موضوع وحدة الوجود موضوع يحتاج إلى أبحاث معمقة وإلى دراسات، لأن فهم وحدة الوجود قد يؤدي إلى إشكال وفيه شروح عويصة، كلام صعب. لماذا؟ دين الإسلام دين الفطرة، مش دين تعقيد ودين فلسفة ومخلفات أفلاطون وأرسطو. إذن هنا يقول ابن عربي المجلد الأول صفحة 723 رأيت ربي بعين ربي فقال من أنت؟ قلت أنت. الله قال لابن عربي من أنت؟ فقال ابن عربي أنت، أنا أنت. هذا الشيخ الأكبر على لسان كمال الحيدر. نعم، ولذلك بعض الناس قد يفاجأ إذا قلنا إذا وصفناه بأنه الكافر الأكبر، لكن نحن ما نحب التكفير. نحن لا نحب التكفير، لكن لا يجوز وصف من تحقق فيه وصف الكفر بالشيخ الأكبر. إنا أعطيناك الكوثر، هذا المجلد الثاني، شوفوا يا أخوان تفسير ابن عربي، إنا أعطيناك الكوثر، هذه ذكرتني بالرقصة، الرقصة في هولندا، رقصة في عاشوراء يجتمع فيها الناس وصاروا يضربوا بصدورهم، وصار صاحبهم يسمى الرادود يغني إنا أعطيناك الكوثر حيدر 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 حيدر. نعم سمعناها هذه؟ نعم نذكرها. نعم. نعم على كل حال حقيقة يعني كان المظهر مظهر فعلا قبيح، الناس شبه متعرين
ويغنون ويرقصون على إن أعطيناك الكوثر، ويضيفون إليها أربع مرات حيدر 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 حيدر. هل هذا هو دين الإسلام؟ طيب، إن أعطيناك الكوثر قال أي معرفة الكثرة بالوحدة وعلم التوحيد التفصيلي وشهود الوحدة في عين الكثرة بتجلي الواحد الكثير والكثير المخلوقات الواحد. فالله كثير والمخلوقات، فالله واحد وهو كثير في نفس الوقت. نعم، إذن هذا هو ابن عربي. الآن بينا من هو ابن عربي حتى لا الناس قد يتساءلون عمن تتكلمون وماذا عنده. ولأن المدلس يجمل، ولكن الذي يلاحق المدلس لابد أن يفصل، وقد يتطلب ذلك شيئا من الوقت. طيب، سبحان الله، فضيلة الشيخ عبد الرحمن دمشقية، سمعنا من شيخ الشيعة الإمامية كمال الحيدري، نعم، تعظيم لابن عربي، نعم، وكذلك الأمر جميع المشاهدين استمعوا إلى كفر بواح، أعتقد نعم كفر بواح لا شك، نعم كفر صريح، نعم. ولذلك المشاهد يستمع. لماذا متمسك بتكفير ابن تيمية ويترك الكفر ويعظم صاحبه؟ لأنه زين له سوء عمله. نعم. فرأى طبعا الموضوع، ذكرنا السبب. السبب خلفيات عقائدية يختلف فيها مع ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله أرسل رسالة لطيفة، دعوة لأبي نصر المنبجي، وقد كان مقربا من السلطان، وكان معظما لابن عربي وداعية لهذا الكفر الموجود الذي سمعتمه. نعم شيخنا عبد الرحمن، بارك الله فيك، حقيقة استمتعنا بهذه الحقائق. كذلك الأمر نشاهد أو ننوه على جميع المشاهدين بالبحث عن ما ذكر من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، أمر يستحق البحث، ونرجو من الجميع. وأنا لا أعلم، نحن دائما نطالب، يعني عزيز المشاهد إن كنت شيعي أو من أهل السنة أنت تستمع إلى هذا الكلام، قد يكون هذا الكلام كبير عليك، ها، وتتمنى في لحظة أن يتصل كمال الحيدري ويرد عن ما نسب إليه. لذلك نرجو وضع الأرقام للاتصال على البرنامج. نعود ونقول الفقرة والحلقة مفتوحة للرد عن ما نسب لشيخ الشيعة كمال الحيدري من قبل فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدمشقية بلا مقاطعة، لكي يتسنى للمشاهد أن يشهد على الحق، أن يشهد على الكفر الذي تعظم صاحبه. كونوا معنا بعد فاصل قصير، حقائق جديدة لا تغادر، كونوا معنا. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة استمعنا إلى حقائق قبل الفاصل الإعلاني القصير، والكل متشوق إلى المزيد من الحقائق. قبل أن نكمل الموضوع الآخر أو الموضوع التالي، ننوه على جميع المشاهدين الذين يريدون المشاركة الاتصال على الأرقام الظاهرة، ومن لا يستطيع الاتصال بنا أو هناك مشكلة لديه بالاتصال، مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي الظاهر على الشاشة. ونعود ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدمشقية، حياكم الله شيخ. الله يحفظكم. نكمل. نعم. إن أردتم كنا نتكلم إن شاء الله. نعم تفضل. تعريف وحدة الوجود، نعم، هي هو سيران
الخالق والمخلوق شيئا واحدا. نعم، وكما قلنا أنها يعني نريد أن نبين ذلك أن الخالق والمخلوق بيصيروا شيء واحد، وقد ذكر ذلك ابن عربي. طيب، يقول الحيدري أننا لا ربما لا نفهم مقصود ابن عربي من وحدة الوجود، لكن علماؤنا أنكروا عليه ذلك وشنوا عليه، حتى أن ابن قلاوون ذكر 500 عالم من علماء المسلمين كفروا ابن عربي، منهم الحافظ العلائي، حتى السبكي ذكر السبكي معه أنهم كفروا ابن عربي. فابن عربي حكم عليه أهل السنة بأنه كافر. طيب، قد تقول أنت يعني أنت لا نأخذ الحكم منك، نريد حكم أهل السنة، أنت لست من أهل السنة، هذا ما يقولونه عادة، يريدون التفريق بيننا وبين أهل السنة، وهذا تحكم محض. نعم، مثلا في هذا الكتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، في هذا الكتاب نفتح طباعة دار الفكر المجلد الخامس، يذكر محمد بن علي بن محمد الحاتم الطائي الأندلسي صاحب كتاب فصوص الحكم، وهو الكتاب الذي كنت أقرأ عليكم منه، يقول سمعت، ينقل عن أبي الفتح اليعمري، قال وكان متثبتا، يعني متثبت من النقل، يعني متأكد قاطع جازم، قال سمعت الإمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول سمعت شيخنا أبا محمد ابن عبد السلام السلمي العز بن عبد السلام يقول وجرى ذكر أبي عبد الله بن العربي الطائي فقال هو شيخ سوء شيعي. شيعي، ظاهر أنه وافق شن طبقة، عرفاني شيعي، والحيدري عنده كتاب اسمه العرفان الشيعي. نعم، العرفان يعني يقصدون بذلك كما فهمت أنه يعني من العارف بالله، من العارفين بالله، ويعتبرون ابن عربي من العارفين بالله. يقول هو شيخ سوء شيعي كذاب، فقلت له وكذاب أيضا؟ قال نعم. وصنف التصانيف، هذا كلام ابن حجر على ما أعتقد، نعم، وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة، أهل الوحدة، أهل وحدات الوجود. طيب، كذلك في لسان الميزان أيضا يقول نفس الكتاب المجلد الثاني ولا أرى يتعصب للحلاج إلا من قال بقوله الذي ذكر أنه عين الجمع، وهذا اصطلاح يستعمله الشيعة ممن يقولون بقول ابن عربي عين الجمع. مرة كتب الحلاج رسالة إلى شخص وضبطت كما قال ابن الجوزي، وإذا فيها من الرحمن الرحيم إلى فلان، فقيل له بالأمس، قال له الوالي بالأمس ادعيت النبوة واليوم تدعي الألوهية، نعم، قال هذا هو عين الجمع عندنا، هذا هو عين الجمع عندنا. إذن ابن حجر يشهد على ابن عربي أنه يتعصب للحلاج، يقول ولا أرى يتعصب للحلاج إلا من قال بقوله الذي ذكر أنه عين الجمع، فهذا هو قول أهل الوحدة المطلقة، ولهذا ترى ابن عربي صاحب الفصوص يعظمه ويقع في الجنيد، وبالله التوفيق. إذن ابن عربي من المؤيدين للحلاج. بقي فضل أمر آخر، بارك الله فيكم، هذا كتاب سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة المجلد 23 صفحة 48، يقول عن ابن عربي، طبعا أول شيء قال العلامة، طبعا كونه إذا قلنا علامة لا يعني أنه يعني أن هذا ثناء عليه، لأنه هناك كثير من الفلاسفة يطلق عليهم لفظ العلامة، عنده علم، لكن هل هذا هو العلم الصحيح النافع؟ لا. وأنا لو كنت مكان الذهبي لما
أكرمته عينا بهذه أكرمته عينا بهذه الكلمة. نعم. يقول علق شيئا كثيرا في تصوف أهل الوحدة، ومن أردأ تواليفه يعني تآليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. إذا كان كتاب الفصوص لا كفر فيه فلا، يعني كأنه يقول لا أعرف في الدنيا خلاص ما عاد في كفر في الدنيا، إذا كان كتاب فصوص الحكام ما فيه كفر. حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن عربي شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم، بقدم العالم يعني الخالق المخلوق أزلي كله ولا يحرم فرجا. نعم. كذلك قال هو شيخ سوء مقبوح كذاب، هذا كلام أهل العلم في ذلك. نعم. شيخنا عبد الرحمن نستأذنك بمداخلة من العراق. فضل. سالم من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله، ارفع صوتك بارك الله فيك. دكتور أنا أحب أو أشترك بهذا البرنامج صراحة. الطرح الذي تتقدم به هو طرح ولا تؤاخذني على ما أقول، لأني أرى في طرحك ما يشوبه النقص وحاشاك من النقص. القضية حينما تطرح على مسألة مهمة جدا وهو التوحيد يجب أن يكون الطرح بناء وعلمي دقيق، لا أن يعتمد على كلمات تتدفق من بعض الكتب، و هذا يكون شائب لدينا. أنا أرى بارك الله فيك إذا هذا يصنف كلامك، هذا يصنف في التقييم، فإذا كان عندك تقييم بارك الله فيك راسلنا على الإيميل. أنا أقصد التقييم. اسمح لي إذا عندك سؤال دكتور. إذا كان عندك سؤال بارك الله فيك أهلا وسهلا بك. أنا عندي له سؤال شيخنا بارك الله فيك. لا اسمح لي وكي نسترسل مع الرجل. يا أخ سالم، أخ سالم، أخ سالم، يا أخ سالم لو سمحت اسمعني، لو سمحت أسمع حضرتك. أولا أهلا ومرحبا بك في هذه القناة المباركة، سعدنا بهذا الاتصال. وبكم وبكم وبكم. حياك الله. أنت تقول لديكم نقص في الطرح، لكي نكون صادقين في النقل. اسمعني بارك الله فيك، دعني أكمل. أنت تقول لديكم نقص في الطرح والمشاهد يستمع، ها؟ هل لك أن تبين لنا بارك الله فيك ما هو هذا النقص؟ للمشاهدين ما هو النقص الذي التمسته؟ تفضل. أحسنتم. تفضل. ما أقصده أن ما يطرحه الحيدري، الشيخ الحيدري، ما يطرحه الشيخ الحيدري. دعنا من طرح الشيخ الحيدري بارك الله فيك، سؤالنا محدد. دعنا من الشيخ الحيدري. أنت تقول أن هناك نقص، هل لك أن تبين لنا ما هو النقص الذي التمسته؟ النقص الذي التمسته أنك لا تطرح مما يطرحه الحيدري. آها، يعني أنت تعظم إنسان. ممتاز، سؤال طيب، اسمح لي معلش. سؤال طيب دكتور. سؤال طيب دكتور. ليس لك رد يا أخ سالم. نحن عرضنا ما طرحه الحيدري بشأن وحدة الوجود، والآن سوف نطرح عليكم إن شاء الله، الآن الله يحفظك أخي سالم، سوف نطرح عليك ما قاله الحيدري في رسالته. المشكلة أن الآن قد ما يسعفنا الوقت. تفضل تفضل بارك الله فيك. تفضل. أنا دكتور، أنا لا أنتقص من أمرك شيء دكتور. أنت تعظم خلي تعظم خلي إنسان. خلينا نشوف. ليس ليس افهمني صح، افهمني صح دكتور، ابني علي، احملني على محمل صحيح أرجوك. تفضل يعني. تفضل بارك الله فيك. أنا ما أطلبه. تفضل الله يحفظك. تفضل. تفضل يا أخ سالم. أنا أقصد الكلام الذي يخرج من أمهات كتبكم. نعم نعم تفضل أكمل. الذي يخرج من أمهات كتبكم أرجو أن يعالج بما يقدمه من هذه المصادر. طيب أعطينا أمرا يا سالم. سوف نفعل شيخنا عبد الرحمن عن إذنك كلمة واحدة مع الأخ سالم. نعم. يا سالم اسمعني لكي يكون نقلك صادق، أنت تريد أن يكون النقل صادق ومبين مشروح كامل صادق للمشاهد.
أعطنا النقص الذي التمسته أنت إلى الآن لم تبين لنا النقص. أنا أقصد مسألة التوحيد. التوحيد لا تؤتى بهذه الكلمات ولا بهذه الطرق. يعني ليس التوحيد مسألة ليس عظيمة. لديك تعليق على نص معين. نحن نعلم ليس لديك تعليق. نحن نعلم أن الله واحد. نعم. إيه لكن هو يقول لك واحد لكن ليس واحد من حيث العدد. لا لا هل أنت تقول أن الله واحد من حيث العدد ولا لا؟ واحدا من حيث العدد. نعم هذا ما نقوله. إذا أنت خالفته. عامة المسلمين يقولون هذا. هو يقول هو كفر. أن الله واحد ليس من العدد. كيف ليس من حيث العدد؟ أعطيني لنشوف من حيث الحرف يعني. يعني أنا أسألك واحد عدد ولا حرف؟ الواحد الواحد واحد. لا يمكن أن نعد الله. الواحد في معنانا نحن. يعني أنا عم بسألك. أنا أسألك لما قال الله عز وجل وهو الواحد القهار من حيث إيش؟ فسر لي الواحد. إذا ما كان عدد فسر لي. الواحد هذه وحدانية مخصوصة هي وحدانية الرب عز وجل. ما هذا ما أنت ما أجبت للأسف. أخ سالم من العراق. وحدانية مخصوصة. أنا عم بسألك الوحدانية هنا من حيث العدد ولا الوزن؟ ولا الحرف بدي أعرف أنا. نعم. أبو بكر الله السعودية. الله أخ سالم من العراق سعدنا بهذا الاتصال. نعم. حقيقة أنا لا أريد أن أوذعك وأقول لك يعني لدي اتصال آخر ولكن أقول لك كلمة واحدة يا سالم اتق الله. نعم. أنت تستنقص عالم من علماء أهل السنة بلا دليل. وأنا لم أقدح اتق الله. أخي يا أخي شكرا لك. أهلا ومرحبا بك في قناة وصال. أبو بكر من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطي التلفزيون. أبو بكر من المملكة العربية السعودية. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أخفض صوت التلفاز يا أبا السلام بكر. السلام عليكم. عم يسمعنا كان. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبا بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وفي قناتكم الطيبة المباركة. اللهم اجعلها منار من منارات الإسلام وإن شاء الله يرفع بكم إلى الحق. أولا أسلم على شيخ الشيخ عبد الرحمن دمشقي حفظه الله وبارك فيه وأسأل الله أن يشفيه لعله يكح وهكذا. نسأل الله له الشفاء. الله يجزيك خير. أقول حتى أختصر عندما قال الحيدري أن عندما نقول أن الله واحد أي جعلناه يتعدد فهو سبحان الله تناقض. كيف تناقض؟ لما قال أن الكتاب واحد وكتابان اثنان وكذا الوجودي بإطار من صفة المروق من الدين والكفر والزندقة. هذا قوله في وحدة الوجود. إلى أن يقول ولذلك كان يتحاشى المترجم التعبير بعبارة وحدة الوجود. كان كما يتحاشى كما الحيدر يقول ليس هذا موضوعنا الآن نتكلم عن وحدة الوجود وأنا لا أدافع عنه عن ابن عربي لكن أقول ما فهموا معنى وحدة الوجود. هذا كلام مبطن وفيه خداع مثل خداع قساوسة النصارى لما يقول الثلاثة واحد أمين. نعم. إلى أن قال ولذلك كان تحاشى المترجم التعبير بعبارة وحدة الوجود تعبيرا صريحا واضحا. أما تلامذة مدرسته فقد بالغوا في تصويره القول بالوحدة على الوجه الذي لا يلزم منه تلك اللوازم الباطلة. يعني يقول يمكن ما قصد ذلك ما فهمتم كلامه تلاميذه يتعصبون له. نعم. ولا غيرها. وأنه ليس المراد من الوحدة الاتحاد الذي يفهم من ظاهر الكلمة وعندهم أن هذا المعنى لا يفهمه إلا الأوحدي من الأذكياء والفضلاء. يعني هذا يلزم منه أن كل من ينكر عقيدة وحدة الوجود هذا يلزم منه غباؤه كما قال ذلك عبد الغني النابلسي الذي كتب كتابا يبرر فيه عقيدة وحدة الوجود ويقول أن السبب في عدم فهم وحدة الوجود هو الجهل والغباء
عند من يطعنون في وحدة الوجود، فوحدة الوجود كلام حق، وأما الطاعنون فليس عندهم حق في ذلك. إذن يقول ليس، يقولون تلاميذته أنه ليس المراد من الوحدة الاتحاد، وعندهم أن هذا المعنى لا يفهمه إلا الأذكياء، وإذا انطلع على العامة وأشباه العامة لفظ وحدة الوجود فذلك شأن من لا يفهم الأسرار الفلسفية فيشنع على قائلها. وقال هو في تفسير سورة البقرة: إن أكثر الناس يتنازعون في مسألة لا يعرفون بعد موضوعها ولا محمولها، فقبل تحرير محل النزاع يخاصم بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. هذا ما يقوله ويطعن في وحدة الوجود التي يعتقدها الخميني وكثير ولا سيما صدر المتألهين من الشيعة. بارك الله فيك شيخنا عبد الرحمن. حقيقة الوقت ضيق جدا، وهناك اتصالات كثيرة، وسبحان الله يعني لا نستطيع أن نأخذ الجميع ونرضي الجميع. سوف نأخذ اتصال آخر. أم عمر من البحرين لديها منتظرة دقائق على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أنا أحب أشكر قناة وصال وقناة صفا. بارك الله. وأنا في الأساس مو اسمي أم عمر، لأن أنا إنسانة شيعية، وأحب أشكر الشيخ الدمشقية وايد وايد من كل قلبي، وطبعا بعد معه الشيخ العلعور. أشكركم جزيل الشكر. جزاك الله خير يا أختي. عندي نداء حق الشيعة ككل. عندي سؤال: الشيعة اللي يعتقدون اعتقاد كلي ان القرآن مزور، ليش يصلون؟ ليش يصومون؟ ليش يلبسون الحجاب؟ من وين يابوا هالأوامر اذا كان القرآن مزور؟ والنبي عليه الصلاة والسلام من عقبه ياو الخلفاء الراشدين زوروا في الدين وزوروا في القرآن، فليش يتبعون القرآن وهم يقولون الحين ويصلون ويصومون؟ المفروض ينتظرون وما يصلون ولا يصومون ولا يأدون أي عبادة إلا من بعد ما يظهر المهدي المنتظر، لأن ذي القرآن مو معترف فيه. فيعني اللي أتمنى أن يصحون الشيعة كلهم، هاي اللي أتمنى الشيعة تصحى من أرقادها وتنتبه حق هالأمور. واشكركم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله. اتصال اخر. سيد من العراق. سيدي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي اخي من السعوديه مش من العراق، من المملكه العربيه السعوديه، حياك الله. تفضل يا اخي سيد. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال فضيله الشيخ؟ الحمد لله، الله يحفظكم. وكيف حال الاخ المذيع؟ يا اهلا وسهلا. الله أكون جزاك الله خير يا شيخنا، ووفقك الله وسددك. وأريد بس أن أبلغ كلمة للسيد كمان حيدري، أقول له لو كان عنده أصلا بضاعة، يعني بضاعته كلها مفلسة، ولو كان عنده أصلا بضاعة لو أجاه بها المشايخ، هو الآن يأخذ الكلام ويفطره وينشره وليس عنده أي دليل وليس عنده أصلا علم، ولذلك هو يخاف أن يواجه أي شيخ بهذه الأشياء التي يطرحها على هذه القنوات، هو وامثاله كوعد اللام. فهم يخرجون ويتكلمون ولا يريدون ان يواجهوا اي شيخ، هم يكذبون ويدلسون، واذا كان عنده بضاعه لوجه بها المشايخ، ولكنه يخاف ان يفضح امره ولذلك يهرب. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظكم. جزاك الله خير اخانا الحبيب سيد، كلامك طيب، ونعيد ونكرر هذا الكلام ايضا للمشاهدين وليس للشيخ عبد الرحمن. أخواننا الشيعة، أنتم أخواننا في الله وأخواننا أهل السنة. لما شيخ الشيعة الإمامية لا يواجه هذه الحقائق؟ لما هناك سر خفي؟ ما هو السر؟ لماذا يخفي هذا السر؟ سوف نكتشف هذه الأمور في الحلقات القادمة إن شاء الله. شيخنا عبد الرحمن، وقتنا قصير، كلمة من القلب إلى القلب إلى سائر عوام الشيعة الإمامية. إن كان هناك كلمة أقولها، أقول
لو كان الشيعة حقيقة يريدون الله واليوم الآخر، يتذكرون هذه الوقفة التي سوف يقفونها أمام الله يوم القيامة. أنا أرجو الله أن يكونوا كذلك. إن كان عندهم شيء من هذا فليتذكروا أن تعصبهم اليوم لهذا الباطل وللبيئة التي نشأوا عليها أنها لن تكون لهم عذرا يوم القيامة، فليعملوا حسابا للسؤال وليكونوا هذا أكرره دائما. ويقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكرهم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما جارى قومه ولا جاملهم على هذا الباطل، وإنما صدع بالحق وأوذي بسببه. وهذا من البلاء الذي ابتلي به سيدنا إبراهيم، وكثير من الناس ابتلوا بنفس النوع من هذا البلاء، بنفس النوع من هذا البلاء. هناك أناس نشأوا في بيئة إسلامية ولم يثبتوا عليها، ما ثبتهم الله لأنهم ما قدروا هذه النعمة حق قدرها. وهناك أناس نشأوا في بيئة شركية كفرية بدعية ثم رجعوا عنها وأعلنوا اتباعهم للحق. وهذا ما أقوله لكم. أقول ربما أنتم أيضا مختبرون من الله سبحانه وتعالى، يعني الناس على أنواع. يعني أنا لا أقول فقط بأنه يعني أنكم نشأتم على باطل وأنا أعيب ذلك عليكم، لا 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 والله. سيدنا إبراهيم نشأ في مثل هذه البيئة الشركية الوثنية، نعم. لكن أقول بالمقابل، حتى لا تسيئوا ظن فهمي، أقول في المقابل هناك من نشأ في بيئة إسلامية وتركها وأعرض عنها، وأخشى أن أقول هناك كثير من ذلك. فما يعنيني في كلامي معكم هو أن أقول: تنبهوا، تدبروا، ارجعوا عن هذا الغي، ارجعوا عن هؤلاء، تنبهوا لهؤلاء العلماء الذين يخدعونكم. يعني هذا خداع، الكلام الذي قاله خداع في خداع. وأنا والله أرجو أن كثيرا حتى من عوام الشيعة وإن خالفوني وإن لم يتركوا التشيع، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هذا الطرح ليس طرحا علميا، طرحا مخالفا لأبسط قواعد الإسلام، وطرحا مخالفا للفطرة البشرية. أن يأتينا من يقول الله واحد لكن ليس من حيث العدد، ومن قال بأن الله واحد من حيث العدد فقد أدخله في الأعداد، وبذلك وهذا كفر. وقول بأن الله مخلوق، من قال أن الله واحد من حيث العدد فقد أثبت له أنه مخلوق، يعني محدث، هذا ما قاله. أعتقد أنكم لن توافقوا الحيدري فيما طرحه، وإن وافقتموه وغلبت عليكم العاطفة والهوى فأقول: تذكروا يوما تقفون فيه أمام الله سبحانه وتعالى وتسألون عن هذا التعصب لهذا الباطل. ونتذكر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله هذه آية كل ما أتذكرها أتأثر بها جدا، وهي قوله: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. أوثانا، ما هي الأوثان؟ بعض الناس يقول اتخذوا أصناما، إيه، لكن إبراهيم قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ثم قال لهم بعد أن حادوا عن الإجابة، قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. لو سألناكم مثل هذا السؤال: ماذا تقولون عن سيدنا علي، عن الحسين، عن الحسن، عن جعفر الصادق، عن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أرجو أن لا تكونوا أسوأ ممن حادوا عن الإجابة فتقول: نعم يسمعوننا إذ ندعو. فإن قلتم يسمعوننا إذ ندعو ونحن نتوجه إليهم في حوائجنا، أقول: كانت لهم حوائج اعترفتم أنهم لم يستطيعوا تحقيقها، اعترفتم أنهم لم يستطيعوا تحقيقها، وكانوا عاجزين، ضعاف، سجنوا، وضع لهم السم، ما استطاعوا أن يقضوا حوائجهم. كيف تطلبون منهم قضاء حوائجكم إن كنتم تقرون بأنهم لم يستطيعوا قضاء حوائجهم؟ فأقول: تنبهوا أن هذا داخل في نقض التوحيد ومتعلق بالشرك الأكبر
والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتنبهوا واحتاطوا لدينكم قبل أن تأتيكم المنية وتقفون أمام الله عز وجل وتسألون. هذا كل معاني. بيض الله وجهك شيخنا عبد الرحمن الدمشقي، جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين، حقيقة كانت حلقة مهمة وكشف فيها حقائق كثيرة. أولا نعتذر لجميع المتصلين الذين يعني لم نستقبل اتصالاتهم نظرا لضيق الوقت، بل نعدهم بإذن الله تعالى هناك حلقات وبرنامج آخر بإذن المولى تعالى إن الله وفق. كما كذلك الأمر لدينا البريد الإلكتروني، لدينا رسائل كثيرة من لبنان، من سوريا، من العراق، من البحرين، يعني ما شاء الله لدينا من الأحواز، بدنا من الأحواز، لدينا من إيران، بتهمني جدا، لدينا من إيران، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم، نسأل الله أن يؤيدهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم غمامة الظلم. هؤلاء يتكلمون عن المظلومية، والله هؤلاء المنسيون، والله هؤلاء من أكثر الناس تعرضا للظلم. نذكر الذي لا يستطيع الاتصال بنا، مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة، ونحن بإذن المولى تعالى نتحمل جميع التكاليف بالاتصال بالمواصلة مع أخواننا سواء في لبنان، في الأحواز، في العراق، في سوريا الحبيبة، في جميع الدول العربية، في جميع أنحاء العالم بإذن الله تعالى إن كان هناك مجالا. كونوا معنا في حلقة جديدة من برنامجنا تحت المجهر، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على جميع الشبه التي تطرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كل طريق لدي وأرنو بنيلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي وتنهال كل